نقدس اسمك. أنت الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. قدوس قدوس قدوس، ليس مثلك، ليس إله غيرك. هللويا. كل البركة والكرامة ليسوع المسيح الحامل المكبوت. كل البركة والكرامة ليسوع المسيح الحامل المكبوت. اسمك يا من سلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، نسبحك على الدوام فقد صاحبت لنا الشيطان ونهتف واطيقين، نسقط كل الأسوار بإيمان وإصرار بك صاحبي عدانا، نسبح اسمك يا من سلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك
هللويا. خلينا واحنا واقفين في اماكننا نقرا مع بعض مزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلم انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هاليلويا. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. الله في وسطها، الله في وسطها، الله في وسطها، الله في وسطها. هاليلويا، ليه هو كل المجد. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى لو تزحزحت الأرض لو انقلبت الجبال، لذلك لا نخشى لا نخشى لو تزحزحت الأرض لو انقلبت الجبال. الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها الله عند إقبال الصبح، يعينها، يعينها الله عند إقبال الصبح، صوته ذابت الأرض. القدير معنا، ملجأنا إلهنا، أعطى صوته ذابت الأرض. القدير معنا، ملجأنا إلهنا. الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع. خلينا واحنا واقفين كده في مكاننا، كل اتنين جنب بعض، اعلى الكلمات دي. الله في وسطها، الله في وسط ارضنا، الله في وسط مصر فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. مهما كانت المخاوف، مهما كانت التهديدات، الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح، يعينها،
يعينها الله عند إقبال الصبح. أعطى صوته ذابت الأرض، القدير معنا ملجأنا إلهنا. أعطى صوته ذابت الأرض، أعطى صوته ذابت الأرض، الله في وسطها فلن تتزعزع. الله في وسطها فلن تتزعزع. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. ليك السلطان وحدك رب العباد، كل القدرة لك يا الله، انت الإله وعندك كل الحكمة. ملك الملوك، ملك مصدق فيها وسط الأوجاع وفي الأتعاب، تديني نور ونصرة تفتح أبواب. وأنا ليها خاف وانت المياه.
القدير. الرب هو الملك القدير. سيسمع صوته بسلطان كلمته. الرب هو الملك القدير. الرب هو الملك القدير. الرب هو الملك القدير. سيسمع صوته بسلطان كلمته. الرب هو الملك القدير. سيسمع صوت الرب. ونكثو أمام الرب خالقنا. قدم لي كل الحياة. نرفعك فوق الجميع وحدك ملك العظيم. نرفعك نرفعك فوق كل الأرض كل الأرض. ونأتي لك نسجد في خشوع. نرفعك اسمع كلمة الرب لينا النهاردة على لسان الأسيس سامح موريس. صباح الخير. سلم على جنبك وحييه ورحب بيه في بيت ربنا. واحنا بنلتف معا حوالين كلمته المقدسة.
معلش سامحوني عشان صوتي، كل واحد يسلك ودانه ويظبط الصوت على الطريقة اللي يقدر يفهمه بيها، بس ده يعني بالأدوية آخر ما عندي يعني، فحاولوا تترجموا الكلام إلى لغة عربية مفهومة. أقرأ معاكم أعداد من رسالة بطرس الرسول الأولى، رسالة بطرس الرسول الأولى وأصحاح واحد. بداية من عدد 13. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. في مشكلة؟ بطرس الأولى أصحاح 3 عدد 13. قول الأول. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلون بالخير، ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ولكم ضمير صالح، لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل شر. لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله، وأنتم صانعون خيرا أفضل منه، وأنتم صانعون شرا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدا من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محييا في الروح. لو تحب تغمض عينيك وتصلي وانت واقف، تقول يا رب كلمني وفهمني وديني رسالة لقلبي ولعقلي في هذا الصباح. تكلم يا سيد الرب إلى أولادك وبناتك، إلى كنيستك المحبوبة التي أحبها المسيح وأسلم نفسه من أجلها، كل العواصف التي تجتاح حولنا، بلادنا والمنطقة كلها التي نعيش فيها، بل العالم كله. ثبت عيوننا وأبصارنا على شخصك، ودينا نسمعك وسط كل الأصوات التانية. نسمع صوت العريس، صوت الحياة، صوت الحب، صوت الفرح والطرب. مبارك اسمك يا رب. آمين. مرة ثانية نعود لرسالة قديمة جديدة، رسالة قديمة كتبها الوحي للكنيسة الأولى، وهي تجتاز أيام صعبة، وهي تجتاز اضطهاد ومخاوف من كل ناحية. وإحنا بقلنا بنعيش في الحكاية دي تقريبا دي السنة السابعة، وما بتمرش أيام أو أسابيع قليلة إلا وفي خبر جديد وفي تهديدات جديدة. وأكيد حضراتكم متابعين اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول من التهديد على المسيحيين بصورة خاصة. ونيويورك تايمز كتبت مقالة، والأمن بعت للطوائف المسيحية توخي الحذر وبقدر الإمكان منع الرحلات والأتوبيسات والتنقلات والتجمعات. نشكر ربنا لغاية دلوقتي الكنائس لسه مفتوحة وبتصلي. في وسط خضم هذه الأحداث اللي أمامها ناس كتير بترتعب وترتعش بكل أسف، أظن علينا أن نرجع مرة أخرى لنقرأ ما كتبه الوحي للكنيسة، وما يريدنا أن نفهمه وأن نعيه وأن نعيشه وأن نحياه وسط الوقت ده.
رسالة بطرس الرسول الأولى فيها عنوانين كبار، فيها عنوان الألم، الألم والقداسة والحياة الشاهدة وإعلان مجد الله في قلب الألم. دي الرسالة، دي رسالة الكنيسة الأولى، وحتفضل ده تاريخ الكنيسة الحقيقية التي تعيش للمسيح وتنادي بصوت الحب الإلهي، صوت العريس وهو ينادي العروس. في كلمات قليلة لخص بطرس هذه الحقيقة وقال بالعقل كده: من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ لو أنت رجل كويس بتصنع الخير وتحب وتبارك وبتعطي وبتزرع وبتصنع وبتعمل أعمال خير وبتعالج المرضى وبتطعم الجياع وبتصلي للمقيدين بأرواح شريرة عشان يتفكوا وبتصلي للمدمنين عشان يتحرروا وبتخدم الغريب والقريب، ومطرح ما بتروح بتشاع سلام وفرح ومحبة ومصالحة، مين يأذيك؟ مفروض محدش، مفروض بالعقل كده يدولك مكافأة ويساعدوك ويفتحوا لك الأبواب ويرحبوا بيك ويساعدوك ويعينوك في المهمة النبيلة الإنسانية التي تصنعها، صح؟ ده الوضع المنطقي. من يؤذيكم إن كنتم متمثلون بالخير؟ نشكر ربنا أن الكنيسة الحقيقية كنيسة المسيح تصنع ما صنعه السيد، جال يصنع خيرا، ودور الكنيسة أن تذهب في كل مكان لتصنع خيرا لا شرا، حبا وسلاما وفرحا وطعام وكساء ودواء وحرية وإطلاق للمأسورين. الوضع الطبيعي ان ما حدش يضايقك، لكنه على طول بيستدرك بيقول ولكن بط، لكن الحقيقه مش ده اللي بيحصل. لا ده اللي حصل مع المسيح وهو جال يصنع خيرا، ولا ده اللي حصل مع الكنيسه، ولا ده اللي بيحصل مع الكنيسه. ولكن ان تألمتم من اجل البر، من أجل الخير، من أجل الاستقامة، من أجل النزاهة، من أجل الحب، من أجل رسالة الحياة، إن تألمتم من أجل البر يا بختكم، فطوباكم. You are blessed، أنتم مباركين من الله، لأنكم تتألمون لا لأنكم صانعون شرا، لكنكم تتألمون لأنكم تصنعون خيرا. يا بخ وما تنزعجوش وما تستغربوش وما تندهشوش وما تتعجبوش وما يكونش عندكم أسئلة. عندنا الإجابات، وسألنا الأسئلة دي طوال السنوات اللي فاتت وقلنا 100 إجابة، إن ده طبيعي جدا، أن الشر يبغض الخير وإن أبناء الظلمة لا يحبون النور، وكل ما يشرق النور سيغتم ويغطاز، الظلمة ستغطاز غيظا عظيما وستقيم عليكم حربا شعواء. لكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. طيب بقى وانتوا بقى بتتألموا من أجل البر، طب وانتوا بتعانوا بسبب البر، طب وانتوا بقى بيحصل لكم العمايل ديت مش لأنكم غلطانين، بالعكس لأنكم تصنعون خيرا، نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ ثلاث حاجات كتبها. 1، أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا ولا تنزعجوا ولا تقلقوا ولا بلكوا يروح شمال ولا يمين، كأن ما فيش إيه حاجة. 2، قدسوا الرب الإله في قلوبكم، هنجلها ديت، ده وقت للتكريس والتخصيص أكثر من أي وقت مضى. 3، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، بس اعملوا كده بكل وداعة ومهابة، بكل وداعة وخوف. خلوني أقف عند 3 نصائح دول اللي قلناهم كتير، بس معلش بكل أسف أول ما
بتنزل أخبار مزعجة أو بتنزل تهديدات بنفاجأ على طول بردود الأفعال الغير كتابية، اللي مش بيقولها لنا الوحي، اللي مش بيكتب لها لنا، اللي كتبها لنا الكلمة المقدسة. الحقيقة الأولى، أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. الكلمة دي ممكن تاخد على محملين، ما تخافوش زيهم لأن هم نفسهم خايفين من الظروف ديت، فممكن تتاخد كده ما تخافوش زيهم. لكن المعنى الأدق الحقيقة، أما خوفهم فلا تخافوا، المعنى الدقيق اللي في كل الترجمات التانية كتباه، فلا تخافوا من تهديداتهم. فلا تخافوا من تهديداتهم. هزيمة داعش في الموصل تقيم حربا على المسيحيين في مصر، أي العلاقة الله أعلم، يعني ما مش عارفين العلاقة. لا تخافوا من تهديداتهم، أما خوفهم فلا تخافوا. اسمحوا لي أرى مقطع جميل قال السيد المسيح في متى، وتقال في لوقا كمان، اتكتب تقريبا بالحرف كده، جميل قوي، وفي صيغة كأنها مبالغة، بس ما افتكرش المسيح يبالغ، ما افتكرش المسيح يبالغ. بصوا كتب إيه في إنجيل متى أصحاح 10 الوحي ومن عدد 28: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. يا ما نخاف من مين بقى؟ يعني اللي بيقولي هموتك ما خافش منه؟ يعني لو ما خفتش منه ما خافش من حد؟ ما هو بيقولك ما تخافش خالص من حد. آخر حاجة مين؟ الذين يقتلون الجسد، ما تخافوش منهم. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. الأغلى ده واللي جوه. القيمة فين؟ الحياة فين؟ ده ولا اللي جوه؟ الحياة الأبدية هي اللي جوه، اللي جوه ده يحيا إلى الأبد، حدش يقدر يمد إيده عليه. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خاف من مصيرك الأبدي مش من مصيرك الزمني. طب وده يعني ملوش لازمة خالص؟ لا، حتى ده ليه لازمة. بص بيرد بيقول إيه: أليس عصفوران يبيعان بفلس مليم؟ ما عندناش خالص المليم دلوقتي، صح؟ ولا الشلن، كان زمان في النص فرنك دي الخرومة كانت بتعمل عمايل، دلوقتي حتى اللحلوح ما بيتلحلحش خالص دلوقتي. أليس عصفوران يبيعان بثلث وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ دي صيغة مبالغة. هل تعتني أنت بالخليقة إلى هذا الحد؟ هل أنت عادد الطيور والعصافير؟ لا، ده أنا مش بس عادد الطيور والعصافير، وما فيش واحد بيقع إلا وأنا دريان بيها. أما أنتم حتعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا لهوي على الداتا بيز اللي عند ربنا، مش عارف بقى شكلها إيه ده، يعني كمان إن عدد شعر رأسنا ده بيتغير تغير يومي، بالذات في السن كده بتاعي مش بتاع حضراتكم، انتوا حلوين ولسه بيطلع لكم شعر جديد، لكن احنا في تناقص عددي، فهو عنده احصاء يومي بعدد شعر راسي. صيغة مبالغة؟ لا، دي كلمات المسيح شخصيا. أما أنتم فشعور رؤوسكم جميعها محصاة، في إحصاء يومي بينزل، فلا تخافوا. أنتم أفضل من عصافير كثيرة، فكل من يعترف بي
قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، وكل من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لا تخافوا من تهديداتهم. ودي قضية مهمة جدا، لأن احنا كل شوية نتشجع كده وبعدين نرجع نعمل ايه؟ نعمل كده ونترعش تاني. مش هتنفع لك يا جماعة، مش هينفع، مش هتنفع لك. لا تخافوا. في سببين، سبب سلبي وسبب إيجابي. السبب السلبي إن الخوف حاجة خطيرة جدا 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 جدا. في بتفرج كتير على عالم الحيوان، يعني بحب، كنت بحب وانا صغير عالم الحيوان، دلوقتي في ناشونال جيوغرافي فبعض اتفرج عليها. الخليقه ديت اللي موجوده وازاي الميكانيزم اللي بتعيش بيه وقوانين البيولوجي وقوانين الحياه. كتير قوي من الحيوانات الحاجه الاولى اللي بيلجا اليها عشان يشيل اللي هو الفريسه اللي عايز يفترسها او العدو اللي هو بيحاربه، انه بيعمل ايه؟ يخوفه. الكلاب الصغيره قوي تلاقيها بتنبح صوت عالي جدا جدا، يعني مشكلتها اول ما تشوفها في الاخر تلاقي البتاع قد كده اللي هو عامل يصرخ وعامل صيطة عشان يرعبك، وبعدين تبص عليه في الاخر تلاقيه بتعفر كده صغير. بس هو بيستخدم سلاح الخوف وبيخوفك. الخوف بيعمل ايه؟ الخوف بيعمل حاجات كتيره قوي خطيره. اول حاجه بيشلك فيقدر هو يبتلعك ويهجم عليك. أو الخوف بيخليك تدور ظهرك وتطلع تجري، فتعطي لعدوك القفا للوجه فيقدر يجري وراك to chase you، ويبقى دايما هو اللي عنده السلطة عليك لأن أنت اللي بتهرب منه. شلك بيمنعك من الحركة، بيمنعك أنك تعمل اللي مفروض تعمله واللي انت عايش عشانه واللي ما انت مدعو اليه، ان تصنع الخير، ان تغير الحياه، ان تبذر بذار الحب بين الناس. يشلك او بيخليك تهرب منه، فمعنى تهرب منه انه اقوى منك، وبقى هو عنده سلطان عليك عشان انت بقيت خايف ايه منه. الذي تخاف منه تستعبد له. عندما أخاف الله أصير تحت أمر الله. عندما أخاف العالم وأخاف تهديدات عدو الخير أصير عبد لعدو الخير، فيبقى عليه سلطان على حياتي. اللي تخاف منه بتعطيه سلطان عليك، واللي يخاف منك أنت لك سلطان عليه. أسيس منيس حكى لنا الحكاية دي، ويمكن حكيتها لناس زمان، يمكن من 20-30 سنة، أحكيها تاني. زرنا من سنوات طويلة جدا أحد الإخوة الأيام الحكم الشيوعي، أفتكر في غزلافيا، قضى 19 سنة في السجن. واحد من قصص التراث المسيحي الذين تألموا وتعذبوا من أجل المسيح. وبعدين الأسيس منيس قال له علمني درس. قال له الدرس الأولاني أنه ما تخافش من تهديداتهم. قال له لا ده أنا عارفه، قول لي درس تاني. قال له إذا ما خفتش منهم هما هيخافوا منك. لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. ده الدرس الأولاني. بس الدرس الثاني، إذا أنت ما خفتش هو يخاف. وانا في السجن وانا مقيد وانا ممنوع عني الاكل والشرب وانا معذب وانا يخافوا مني، يخافوا منك عشان انت ما بتخافش، عشان انت ما بتخافش، عشان هو ان هم ليهم سلطان عليك. انت خفت فبقى هم ليهم سلطان عليك، فبقى عدو الخير ليه سلطان عليك. انت ما خفتش يبقى انت ليك سلطان ليهم.
لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. الخوف بيشلك، والخوف بيعطيهم سلطان عليك، والخوف بيخليك تاخد قرارات غلط فتهرب وتنط من المركب فتغرق بدل ما كنت قعدت في المركب وما غرقتش، وتمشي وتروح في حتة تانية بعيدة وربنا ما دعكش ليها، فهناك تجوع وتعطش وتستغرب، الله غريبة جدا غريبة جدا، يركب ترشيش ويروح لآخر الدنيا فالعاصفة تقوم ويبقى في الحوت ولا في السمكة الكبيرة. إيه اللي جابني أنا؟ خوفك، هروبك من الدعوة الإلهية حطك في موقف زي الزفت. الأمان، الطمان إني أوجد في الإرادة الإلهية، إني أوجد فيه مشيئة الله، ده الأمان. هناك يكون سداد لاحتياج، هناك الغربان تعولني، هناك أرملة تعولني، حيث أوجد في المشيئة الإلهية، الله مسؤول عني. خارج المشيئة الإلهية أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن نفسك. الخوف يخليك تاخد قرارات غلط، يا إما ناس خوف من الظروف مشيوا، خوف مش دعوة إلهية. وهناك في أرض الأمان وأرض الاستقرار وبلاد التي تنعم عاشوا العوز والاحتياج. لا تخاف، خوف له عذاب، ومش دي سمة أولاد الله. في تيموثاوس الثانية بولس بيكتب صح 1:7 لتلميذه، قال الله لم يعطنا روح، بالعربي روح الفشل هي الترجمة الحقيقية، the spirit of intimidation، روح الخوف. الله لم يعطنا روح الخوف، لم يعطنا روح الخوف. كمية الآيات بقول لا تخف، لا تخف أيها القطيع الصغير، قطيع صغير وصلت زعاب، لا تخف. إيه ده؟ أيوة، اوعى تخاف، اوعى تخاف، اوعى تخاف، انت تهزمت. لو خفت انت بقيت مهزوم، مهزوم. لا تخف، ما تخافش، لان الخوف مصيبه. لكن ايه اللي يخليني ما اخافش؟ اللي يخليني ما اخافش من حاجات كتير قوي تخليني ما اخافش، لاني انا معك. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. لا تخف لأن الذي معنا أقوى من الذي علينا، الذي فينا أعظم من الذي في العالم. أنا معايا الكبير، أخف من مين؟ ما تخافش من الذين يقتلون الجسد، ما عندهمش سلطان عن نفس. طب ماشي، والجسد مش مهم، ده العصفور اللي بنص فلس ما بيقعش الا بامر ابيكم. انت في حد هيموتك قبل ميعادك؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. ما فيش مخلوق في الدنيا يقدر ياخدك يوم قبل ميعادك، ما فيش، ما فيش، ما فيش مخلوق في الدنيا يقدر ياخدك قبل ميعادك بساعة. لا تخف، ده الإيمان، إن ولي حي، إن إلهي حقيقي، حقيقي. لأن في آلهة مش حقيقية، في آلهة تصلي 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 تصلي، فاكرين آلهة البعل وانبياء البعل؟ صلوا صلوا، قطعوا روحهم وصرخوا وعدد كبير وعملوا كل الريتشولز بتاعته، لا في نار ولا في حاجه، ما فيش حد بيسمع. ليه؟ لان ما فيش حاجه اسمها اله بعل، ما فيش، مش موجود، ده مش موجود، ده مش موجود. اللي صلى صلاه صغيره ليعلم انك انت الله وان انا عبدك وامرك فعلت هذا، بس خلاص نزلت نار من السماء وكلت كله كله، المحرقه والحطب والمياه وكله كله 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 كله.
إيماني يمنعني من أن أخاف. الخوف بيعمعني، فأنا أرى إلى الظروف وإلى تهديداتهم وإلى نباح الكلاب وزئير الأسود. الإيمان يفتح عينيا فأرى الجالس على العرش المتسلط في مملكة الناس، ملك الملوك ورب الأرباب الذي بيده مقاصير الأرض. شايف مين فيهم؟ سامع صوته اللي يقولك لا تخف أنا معك، ولا سامع صوت تهديداتهم، صوت الأسعار، صوت الغلاء، صوت الكوارث الاقتصادية؟ السبب الثاني اللي قلناه 100 مرة، المحبة تطرح الخوف إلى خارج. لا خوف في المحبة، تحب ربنا وتحب الناس ما تخافش. المحبة تطرح الخوف إلى خارج. لا خوف في المحبة، لا خوف في المحبة. المحبة تعطي الأمان والراحة والسلام والطمأنينة. بيقول الكتاب لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر تعلم طلباتكم لدى الله، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي يفوق كل عقل لتحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. قلوبكم، مشاعركم المضطربة والقلق اللي جواك يروح، وأفكارك تهدى خالص، تحسبها صح، تلاقي نفسك أنا خايف من إيه؟ أنا خايف من إيه وخايف من مين؟ خايف من مين هو الأعلى؟ خايف من إيه هو يعتني؟ خلصت خلصت، ما عنديش أسئلة، أنا ما عنديش أسئلة، أنا ما عنديش أسئلة. يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إحنا نزلنا بيان ككنيسة وقلنا إن إحنا تعاونا مع الأمن في المرحلة اللي جاية والمخاوف اللي جاية من داعش بعد سقوط الموصل والتهديدات بأنه الانتقام سيكون من مسيحي مصر. برضو العلاقة مش واضحة تماما، يعني عشان يقوموا المسيحيين في مصر على المسلمين. فشلت الحكاية دي خلاص، حتى المجلة بتاعت نيويورك تايمز قالت الموضوع ده فاشل خلاص، ما أثبتت مصر، ما أثبتوا المسيحيين في مصر إن هم وطنيين وبيحبوا بلادهم وعمرهم هيخربوا بلادهم عشان حتى حياتهم أو ممتلكاتهم، ده موضوع محسوم عندهم. احنا قررت الكنيسة اننا مش هنعمل رحلات بالاتوبيسات ولا هنطلع مؤتمرات بالاتوبيسات، وسألنا الامن فقال ان اكبر مشكلة هي التجمعات اللي خارج الكنيسة الكبيرة والمواصلات بالاتوبيسات، لان بقى هدف ممكن يرصد. بس ده مش خوفا، احنا بنتعاون نخضع لتعليمات الرئاسة، بس مش خوف. هنصلي وهنخدم وهنعمل كل اللي هنقدر نعمله، وشوية زيادة وشوية زيادة. الحقيقة الثانية اللي كتبها بطرس هنا، لا تخافوا، ده الحاجة السلبية، بس الحاجة الإيجابية، قدسوا الرب الإله في قلوبكم. يعني إيه قدسوا الرب الإله في قلوبكم؟ نقراها بترجمات تانية تبان شوية. Set apart yourself، اجعل نفسك مخصصا بالكامل. قدسوا قلوبكم للرب يسوع ليملك عليها ملكا كاملا. قدسوا قلوبكم لملك المسيح. قدسوا حياتكم وخصصوها وكرسوها بالكامل تحت
سلطان الملك الحقيقي يسوع المسيح. هي دي معناها. وده شيء منطقي جدا جدا. لما الله يملك بالكامل، لما الوديعة تبقى في ايديه تبقى مسؤوليته، صح؟ لما الوديعة ما تبقاش في ايديه، في ايدك انت، تبقى مسؤولية مين؟ تبقى مسؤولية حضرتك. اللي مكتوب باسمك تحت سلطانك انت المسؤول ان تحامي عنه وان تدافع عنه، صح؟ اللي مكتوب باسمه وتحت سلطانه هو المسؤول عنه مسؤولية كاملة كاملة. أقولها تاني، دي حقيقة بسيطة جدا جدا. أنا اديتك العربية دي وسجلتها باسمك، تبقى عربيتك. لو عملت بيها حوادث دي عربيتك. لو حصلت لها حاجة دي عربيتك، أنت اللي هتصلحها صلح على حسابك. أنا خلاص العربية دي بتاعتك، أنا مش مسؤول عنها. أنت اللي بتسوقها، أنت اللي هتعمل بيها الحادثة، أنت اللي هتصلحها على حسابك. ولا حصل حاجة فيها وأنت جواها هيحصل لك أنت مصيبة، لأن دي بقت بتاعتك، صح كده؟ وهي بتاعتي أنا اللي هسوقها وأنا اللي أصلحها وأنا اللي أصونها وأنا المسؤول عن سلامتها، صح كده؟ هو ده بيقوله الكلام هنا. بيقول عندما نملك المسيح بالكامل كل ما عندنا، عندما نخصص ذواتنا بالكامل، عندما ننقل ملكيتنا بالكامل للمسيح يسوع ويأخذ كل السلطان، حياتي بين يدي القدير القديم الأيام. هو يسوقها، هو يصونها، هو يستخدمها، هو يحافظ عليها. واللي مسها يبقى بيمس ايه؟ حدقة عينه هو. سمحوني يا اخو، احنا بندي شويه لربنا وبنخلي شويه شويه ليك وشويه ليا، شويه ليك وشويه ليا، ما يجرش حاجه. ما انت عايز تاخد كله وعايز ياخد كله ليا، عشان محتاج له؟ لا. عشان هيستنفع بيه؟ لا. عشان اللي بين ايديه هو يقدر يحافظ عليه، هو يقدر يباركه، هو يقدر يستخدمه. احنا بناخد قرارات خارج المشيئة الإلهية وعايزين ربنا يباركنا فيها. يا رب انا قررت كده، بارك لي بقى. انا اخترت الجوازة دي، باركها لي بقى، باركها لي بقى. انا قررت الشغلانة، باركني بقى فيها. انا قررت احط الفلانية دي، خليك بقى معايا. انا قررت وانت تباركني. مفيش حاجة اسمها كده عند ربنا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها. بولس بيقول عالما بمن امنت وقادر ان يحفظ وديعتي. يحفظ الايه؟ الوديعه اللي انا حاططها ايه؟ عنده. اللي انا حاطه عنده هو مسؤول عنه. لو عادت الكنيسة وأعطت كل نفسها وقلبها وأشواقها ووقتها وأموالها وإمكانياتها للمسيح، أكون لها صورة نار حولها وأكون مجدا في وسطها، يقول السيد الرب. قدسوا الرب الإله في قلوبكم، قدسوا قلوبكم لملك الرب. لا تعطوا لأنفسكم شيئا عندكم، لا تختزلوا الحياة المسيحية إلى بضع ساعات في الكنيسة أو بضع ساعات في اليوم أو أشياء نعطيها لله والباقي لنا. ما تنفعش، ما تنفعش، ما نفعش الحاجة دي. الكنيسة التي عاشت بالمسيح للكامل، عاش المسيح بالكامل في وسطها. الكنيسة التي أعطته الكل، أخذت كل مجد الإبن. قالوا أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني.
من حقنا كل مجد المسيح، من حقنا كل سلطان المسيح. قصة فرقت معايا، أخت طبيبة قررت تروح تخدم كهاوس كيبر، كشغالة في بيت في بلد من البلاد العربية في الخليج، لمجرد أنها تعبر عن محبتها للناس ديت. واحد من الأغنياء جدا خدها عنده في البيت قصر، واعتاد هذا الرجل أن الشغالات اللي بيعينهم حتى لو كانت إنسانة متحضرة ومثقفة، أنه في وقت اللي يحب يعتدي عليهم جنسيا يعتدي عليهم، ما دي ملكه. بيعامل الموظفات كأنهم عبيد. ففي لحظة وهو يتهجم عليها ليعتدي عليها، قالت له باسم يسوع الناصري أقيدك، فصار مشلولا في مكانه هكذا. لا حليني فك، قالت له لا. قال لا حرام عليك، قال لا، قالت له لا، اوعدني انك مش هتمد ايدك عليا. قال لا اوعدك اوعدك، قالت له باسم يسوع الناصري انت محلول، فتفك. قال لها من هو يسوع الناصري الذي باسمه قيدتيني وفكتيني؟ قالت له هذا هو ربي وإلهي، آمن بالمسيح واعتمد للمسيح. الذين يعيشون للمسيح عندهم سلطان يسوع المسيح. قدسوا الرب الله في قلوبكم. في الوقت ده عايز الحماية، عايز العناية، عايز الرفقة، عايز المعية، عايز السلطان. في شرط الملكية الكاملة للرب. الطاعة الكاملة للرب. الحقيقة الثالثة والأخيرة، يبدو أننا طولت أوريدي. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لما تعيش كده مش خايف وملك للمسيح، حيطلع منك ثمر الروح، فحيطلع منك محبة حتى لأعدائك، وده اللي احنا شفناه، وفرح حتى في الضيق، فرحين في الضيق، وسلام وسط المخاوف. ثمر الروح محبة، فرح، سلام. مش هقول بيت التسعة، أنا بس اكتفي الثلاث أغنيين دول. فالناس لما تتفرج عليك كده بنكرهك بتحب، في الأحزان فرحان، في المخاوف عندك طمأنينة. أنت مين يا ابني؟ أنت مين؟ أنت مين؟ حيجي يسألونك عن سبب الرجاء الذي فيك. لو ما حدش بيسألك عن سبب الرجاء الذي فيك، يبقى أنت ما عندكش رجاء، ولا مؤاخذة ولا إيه؟ لأن مش معقول طالع منك محبة ضد الكراهية، وفرح ضد الحزن، وسلام ضد المخاوف، وما حدش هيجي يقولك أنت زي كده. قال بقى مستعدين لمجاوبة. انت جاهز، انت عارف الناس هتيجي تسألك، بس الناس كتير ما حدش سألهم خالص، فهم مش مستعدين لانهم عارفين لا تسألوا ولا هيتسألوا. يا دي الخيبة، يا دي المصيبة. ده الوقت ده الناس بتسأل طوب الارض. ده الوقت ده الناس بتعمل ايه؟ بتسأل طوب الارض. كان بالحري لو لقيت واحد طالع منه محبة وفرح وسلام، ده هيسألوه. ده هيتلموا عليه الناس، ده مش هيلحق من الناس اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيسألوه. لازم ابقى مستعد لمجاوبة، to answer، ارد على السؤال. يعني الناس هتسألني لازم اعمل ايه؟
أرد على السؤال وأرد على مين؟ كل من يسألني. فكل دي معناه إن أنواع مختلفة، مش بتكلم عن نوع معين، مش بتكلم عن المسيحيين المؤمنين هيجوا يسألوني هو مسيحي ومؤمن وهيسألني أنت ليه مش خايف؟ فقال يا رب تشدد بقى وتجدع وخليك جدع. لا، كل الذين يسألوني مؤمن مش مؤمن، مسيحي مش مؤمن ومش مسيحي وملحد ومش متدين ومش عارف ايه وبوزي، كل الناس هتسألني، لازم أكون مستعد إني أجاوب ايه؟ كل الناس. عندك إجابات؟ عندك إجابات؟ بعض الأحباء اللي في الظروف اللي فاتت دي ألحدوا، ودول ملايين في مصر وفي المنطقة العربية، ملايين ألحدت، فقدت ثقتها في الدين لأنها وجدت أن الدين لا يجاوب على أسئلة الحياة. البعض منها لما ألحد بعد شوية قال مش معقول ربنا مش موجود، مش معقول، ما تدخلش عقل برضه. يعني الواحد لو فكر شوية حيلاقي انه لا، لازم ربنا يبقى موجود، بس انا عايز حد يقنعني انه موجود. والسؤال الاهم من انه موجود يبقى مين ربنا اللي موجود ده؟ وهو اللي عمل الشر ولا هو بتاع الخير بس؟ طب لو هو عمل الخير الشر جا منين؟ ولو هو بتاع الشر والخير ده يبقى اله شرير ولا ايه؟ فالناس عماله تسال. عندنا اجابه؟ مستعدين لمجاوبه كل من يسألنا، من أول الملحد اللي بيدور على ربنا موجود ولا لأ، ولو موجود يبقى مين، لغاية هو الكتاب المقدس ده حقيقي وهو كلمة ربنا وإيه الدليل على كده، والمسيح ده شخصية تاريخية وحقيقية ولا لأ، وبصحيح مات، صحيح مات، وبصحيح قام، وبصحيح هو حي وبيسمع الصلاة. عندنا شوية أسئلة كتير قوي، لازم أنا وإنت نبقى مستعدين لجواب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. تشارلز دوكنز العالم البيولوجي المشهور والذي يقود مهاجمة الإيمان بالله، أو أحد القادة الرئيسيين اللي بيعملوا الحكاية ديت، بنى إلحاده، ولو أنه هو ابتدى يرجع شوية عن الإلحاد فما بقاش إيثيست إيثيست، ابتدى يرجع شوية كده يبقى في النص كده، أو يعني ينزل درجة، لأن الإلحاد درجات، هو كان مقفل العداد نزل شوية لأن أغلب الناس نزلوا لأنه لقوا العلم لا يؤيد فكرة عدم وجود خالق على الإطلاق. بنى إيمانه بعدم وجود ربنا، أو إن الموجود ده مش شخص ولا ذكي ولا خالق، ودي مجرد قوة الطبيعة، على نظرية داروين. وقال لك لم تعد الداروينزم، النظرية الداروينية نظرية، صارت الداروينزم حقيقة علمية مؤكدة. وزي ما إحنا اكتشفنا وأثبتنا تطور الحياة أنه جاء نتيجة ميوتيشن وناتشورال سيليكشن اللي هو الطفرة والانتخاب الطبيعي، بل أننا أجبنا على الكومبلكستي تعقيد الحياة، سنكتشف بداية الكون، وسنكتشف بداية الخليقة، وسنكتشف بداية المادة، وسنكتشف بقية الأسئلة اللي أنتوا يا مؤمنين مطلعين عينينا بيها. الدليل الوحيد عليه عنده الله هي نظرية داروين، اللي بيقول ان النظرية دي تحولت الى قانون بيولوجي. بكل اسف ان بعض القادة المسيحيين ايضا ابتدوا يرددوا نفس الحكاية دي، ان هم بيؤمنوا بان نظرية داروين دي قانون حقيقي. انا مش هناقش الموضوع ده دلوقتي، بس هقرا مقالة نزلت مهمة قوي، ان في 13 ديسمبر 2016 يعني في ديسمبر الماضي اجتمع 26 عالم من نخبة العلماء بتوع البيولوجي والساينس ليناقشوا نظرية داروين. والنتيجة اللي طلعوا بيها في 3 ايام في الرويال سوسايتي
الجمعية العلمية في إنجلترا اللي قادها وكان أحد يعني العلامة أو الأعلام بتاعتها نيوتن عالم الفيزيكس المشهور دوت. النتيجة اللي طلعوا بيها أشهر علماء البيولوجي في العالم، النتيجة اللي طلعوا بيها كالآتي: داروينزم is broken، نظرية داروين كسرت، and most probably unfixable، وأغلب الظن لا يمكن إصلاحها. كاتبين الأبحاث العلمية اللي تقدمت اللي بتهدم النظرية ديت، وبتقول النظرية ديت لا تفسر الخليقة، وأن الحل الوحيد هو intelligent design، في عقل عبقري عمل تصميم للحياة. الحياة قبل ده بمدة، العالم اللي قال أن الخلية نشأت من العدم، نشأت من الكيمستري، بسموه chemical evolution، التطور الكيماوي اللي حول الفلزات والمية والحاجات دي إلى خلية حية. هذا العالم سجل في فيديو وقال، واحد من الطلبة رفع إيده وسألني سؤال، ده اللي كتب الكتاب الرئيسي بتاع الكيميكال إيفولوشن، سألني سؤال وقررت أني أبقى أعمل أبحاث، ولما عملت أبحاث زيادة عشان أرد على الأخ دوت الطالب ده، اكتشفت أن أنا غلطان، وأن لا يمكن المواد الطبيعية تكون خلية حية. الخلية هي المكان الوحيد الذي يستطيع أن يبني مركب البروتين اللي هو البيلدينج بلوك، اللي هو حجر الأساس للحياة. نحن نحتاج للحياة لتوجد الحياة، ولا نستطيع أن نوجد الحياة من اللا حياة. ده العلم، ده العلم. إخوتي الأحباء، احنا عندنا اجابات بس احنا مش مذكرين. المؤتمر دوت نشرته نيوز واحده سي ان اس، واغلب دور النشر الثانيه لم تنشر نتيجه هذا المؤتمر لانه ضد ايمان العالم وضد رغبه العلماء. احنا عندنا اجابه بس احنا مؤمنين مش مذكرين. من اول ان نجيب الملحدين الى ان نجيب اولئك الذين يسالوننا عن صحه الكتاب وعن الوهيه المسيح وعن حقيقه التجسد وعن اثبات موت المسيح واثبات قيامته، لي ستروبل واحد من اشهر الملحدين الصحفيين امنت زوجته بالمسيح، ولما آمنت حصل معه يعني زي عاصف شديد جدا وكاد أن يفقد زوجته لأنها أنت جننتي، فقلت له ابحث، فقرر يبحث عشان يثبت لها أن اللي هي بتؤمن به ده خرافة تاريخية. وانتهى به المطاف بعد ما لف على المكتبات والعلماء والتاريخ والأثار والمانسكريبت والمخطوطات، وانتهى به المطاف إلى الإيمان بالمسيح، وكتب كتابه الشهير Case for Christ، قضية المسيح، وبعدها كتب Case for Faith، Case for Creation، كتب ثلاث كتب وسجل ثلاث فيديوهات، وصار واحد من الذين يثبتون حقيقة الإيمان مش بس بوجود الله، بصحة الإيمان المسيحي. قريب نزل فيلم ليه، اتعملت قصة حياته فيلم موفي، فيلم إنتاج حقيقي وتحط في السينمات في الآخر. يا رب يتعرض في مصر، وإن شاء الله إذا ما تعرضش في مصر هنعرضه هنا، لأن ده بحث علمي بحت عن صحة الإيمان بالمسيح تاريخيا. احنا مستعدين لمجاوبة الذين يسألوننا. احنا متأكدين اللي احنا مؤمنين به. احنا عارفين ان في الوقت ده
اللي فيه العالم كله بيرتبك وبيسأل أسئلة وبيتحير. نحن عندنا إجابة لكل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. في ناس غير مخلصة مش بسبب الرجاء اللي فيك بتسألك، دي مش هتسمع، لكن الناس اللي جاية لك بسبب الرجاء الذي فيك، الناس اللي شافت فيك ان في حياة، ان في نور، ان في حب، ان في فرح، ان في سلام، ان في حاجة حقيقية، هؤلاء الناس مستعدين للإجابة. بيختم وبيقول أرجوكم، عايزين نكون متأكدين أننا نتألم من أجل البر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم. استقامتك وحياتك وشفافيتك ومصداقيتك هي الإجابة لكل اللي بيشتمونك وبيتهمونك باطلا بأن هذه السيرة سيرة باطلة. وريني وريني. بولس بيقول فلوس مين خدت؟ مين استغلت؟ مين استخدمته؟ أهنت مين؟ زعلت مين؟ قولوا لي، اشتكوا عليا. لكي يخزون في كل ما يتهمونكم فيه باطلا، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل بكثير منهم وأنتم صانعون شرا. أما خوفهم فلا تخف. ده الوقت ان الفرق يبان ضد روح الكراهية حب، ضد الحزن فرح. كنت في الرحلة اللي فاتت دي في مؤتمر للمغتربين والمشردين والمهاجرين والمطرودين من المنطقة العربية في إيطاليا، واستضفتنا كنيسة هولندية، كنيسة مشيخية بس ما عندهمش حاجة اسمها بريسبيتيريا، عندهم اسمها داتش ريفورم تشيرش، فكنيسة تقليدية جدا، بيرنموا نظم المزامير فقط، بالمزامير في نظم المزامير فقط، ويعني يعني يعني محافظين أكتر من محافظين شوية. فحضرنا الصبح خدمة محافظة تماما، بعد الظهر قالوا احنا بندعو العرب يبقوا معانا وترنموا معانا بالعربي ونرنم بالانجليزي مع بعض، الهولنديين مع العرب، انتوا ترنموا ترنيمة كده واحنا كده ونرنم ترنيمتين ثلاثة بالانجليزي يا مرسي عشان نقدر نشترك فيهم مع بعض. في الخدمة الثانية العرب المهجرين المضطهدين المنزوحين المش عارف ايه اللي ايه كل اللي تقوله ماشي، واللي ماتلو مين واللي درحلو مين واللي رحلو عين واللي رحلو، المهم يعني ها في التسبيح زغرت وسقف وبتاع وحاجة انا قلت فضيحة، هيقولولنا امشوا ما تجوش تاني، قلت باظت، خسرنا العلاقة دي مع الكنيسة خلاص، العرب ضيعونا ضيعونا. بعد الفرح بعد الخدمة مرات الأسيس الهولندي راحت لوحدة من اللي بيزغرته وقالت لها ممكن تعلميني اللي انت بتعمليه ده اعمله ازاي؟ واحد من الاسس راح للخادم بتاعنا وقال له عمرنا ما فرحنا زي النهارده. الفرح ملوش دعوه بالحياه المستقره، هولنديين بره امستردام بيض زي القشطة لابسين قبعات وزي ومستريحين ومستقرين وأغنياء وكله تمام،
ودول الغلابة المضطهدين المهاجرين الفرحانين. وقف معايا، قول معايا: يا كنيسة افرحي، يا كنيسة زغرتي، يا كنيسة هيصي، ده عريسك، ده حبيب قلبك جاي ياخدك للسماء، ده عريسك في وسطك جبار يخلص، يبتهج وبكي فرحا، يسكت في محبته، يبتهج وبكي بترنم. يا كنيسة افرحي، جاي المسيح والصاري، نواري بالمصابيح والبسيح، بالفرح وبالتسبيح والمسيح الساحة جاي لنا. يا كنيسة افرحي، جاي المسيح والصاري، نواري بالمصابيح والبسيح، بالفرح وبالتسبيح مش الوقت اللي نرجع لورا، ده مش الوقت اللي نخاف ونتشل، بالعكس ده الوقت اللي نحب اكتر ونفرح اكتر ويفيد سلام المسيح في قلوبنا اكتر، ده الوقت اللي نجاوب الناس اكتر، ده الوقت اللي نشهد عن محبة الله، عن رجاء الامم، عن رئيس السلام، عن مانح السلام. ده زمنك يا كنيسة، دي فرصتك في الألم،
تنوري، دي فرصتك في المخاوف تنشدي نشيد السلام، دي فرصتك في الكراهية تفيح رائحة المحبة منك، فيأتون من مشارق الأرض ومغاربها ويسألونك عن سبب الرجاء. والإجابة بسيطة قوي، المسيح. المسيح هو كل ما لينا، العريس هو كل ما لينا وما عندناش غيره. دي كنيسة ما بتخافش من الموت، بالعكس بالعكس، ده في الخوف بتغني وبترنم وبتحب وبتغفر وبتشهد وبتتكلم وبتنادي بالمسيح وبتنادي بالحياة الأبدية أكتر من أي وقت فات. دي كنيسة ما بتخافش من الموت، ما بتخافش، ما بتخافش من الموت، من أكتر حاجة بتخوف الناس، ما بنخافش من الموت. يمكن نواجه موت عشان إيماننا بالمسيح، نشوف الشر يزيد ويكشف عن وجهه القبيح، ويفتكر اللي يقتل إنه بيقدم خدمة لي، ويناسي إن لا شيء يفصلنا عنك ده احنا فيه. يمكن نواجه موت عشان إيماننا بالمسيح، ونشوف الشر يزيد ويكشف عن وجهه القبيح، ويفتكر اللي يقتل إنه بيقدم خدمة ليه، وناسي إن لا شيء يفصلنا عنك ده احنا فيه. الكنيسة مش بتخاف بالموت، دي كنيسة سماوية، الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تملي. الكنيسة مش بتخاف بالموت، دي كنيسة سماوية، الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تملي. يا رب نور العيون، تدوب أسود القلوب، يا رب نور العيون، يا رب افتح العقول، خلي محبتك تدوب أسود القلوب، فيها يفصلنا عن محبة المسيح، شدة ولا ضيق أو حتى اضطهاد صريح. قلت زمان في العالم هيكون في دين، من ايه ممكن نخاف وانت معانا في الطريق؟ ايه هيفصلنا عن محبة المسيح، شدة ولا ضيق او حتى اضطهاد صريح؟ انت قلت زمان في العالم هيكون في دين، ممكن نخاف وانت معانا في الطريق؟ الكنيسة مش بتخاف من الموت، كنيسة سماوية، الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تملي. الكنيسة مش بتخاف من الموت، كنيسة سماوية، الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تملي. يا ربي افتح العقول، خلي محبتك تدوب أسود القلوب. يا ربي نور العيون، يا ربي افتح العقول، خلي محبتك تدوب أسود القلوب. دي صلاة الكنيسة، يا رب نور العيون، يا رب افتح العقول، يا رب دوب القلوب، يا رب هات الناس لمعرفتك، هات الناس لمعرفتك. ارفع ايديك معي، صلي الترنيمة اللي احنا رنمناها دي، قول بصوت عالي كده: يا رب نور العيون، يا رب افتح العقول، يا رب خلي محبتك تدوب القلوب القصيرة.
شيل الغشاوة من على العيون، شيل الغشاوة من على القلوب. محدش غيرك يقدر يعمل كده يا رب، محدش غيرك يقدر يعمل كده. وانت الحقيقة بتعمل كده، بتعمل كده، شايفينك وانت بتعمل كده، شايفينك وانت بتمشي يا رب، وبسلطانك بتحرر ناس من قيود الشر، وانت بتحرر ناس من عدو الخير، شايفينك وانت بتظهر للناس برؤى وآيات وعجائب، شايفينك، شايفينك وسمعين أقدامك وانت بتعمل كده، شايفينك يا رب، شايفينك. كمل كمل يا رب، كمل يا رب لغاية لما كل الأصنام تقع تحت رجليك، كمل لغاية لما رأس داجون يا رب تقطع وتلقى عند العتبة أمامك يا سيدنا الرب. كمل كمل العاصفة دي، عشان كل مملكة اتبنت بأيدي البشر تسقط ويبقى ملكوتك الذي لا يتزعزع. كمل كمل كمل. احنا بنرحب بالألم من أجل البر، احنا بنرحب بالاضطهاد من أجل الاسم الحسن اللي دعي علينا. احنا مش هنخاف، مش هنرجع لورا، ومش هندي ظهرنا لعدو الخير. احنا نقف أمامك يا عدو كل خير باسم يسوع المسيح الناصر رب المجد، وندوسك تحت أقدامنا ونعلن سلطان ابن الله عليك أيها الشرير، أيها الشرير. أيوة أيوة، جاءت أيام الحصاد لنجمع ونحصد حقول. الظلمة تغطي الأرض، أما علينا، أما علينا فيشرق الرب، يشرق الرب ومجده على الكنيسة يرى كما لم يرى من قبل، كما لم يرى من قبل. روح الرب علينا أرسلنا لنار الخلاص لنفتح عيني الأعمى باسمي ونطلق أسر الشيطان. قد كانت أيام الحصاد لنجمع ونحصد حقول، فالظلمة تغطي الأمم أما نعبد الرب جمع عطايانا. هنكمل تسبيح تاري، مفيش تنبيهات. انا بس عاوز افكركم ان وانتوا داخلين خدوا الورقه دي، هي اللي بتبقى فيها التنبيهات، احنا مش بنقراها دلوقتي. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا عاوز اقولها انه في بره
دار الكتاب المقدس عملنا تخفيض من 50% لـ60% على معظم الكتب، فمن فضلكم انتوا خارجين داروا اعملوا كده. خلينا نكمل التسبيح مع الفريق الخمس دقايق اللي جايين لغايه ما نجم نلم العطاء ونصلي لطلبات الصلاه. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أرضينا يا عليم، وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عليم. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أرضينا يا عليم، وهنفضل خالد يوسف يجي يصلي لنا للطلبات الصلاة، بعدين نختم بالصلاة الربانية مرنمة. أمين. ممكن أطلب من حضراتكم نرفع إيدينا على الطلبات دي كعهد كده بناخده قدام الرب، إن إحنا بتوعك يا رب، إحنا مسلمين كل الأمور تحت رعايتك أيها الرب القدير، أمراضنا يا رب واحتياجاتنا وإخواتنا بين إيديك، جايين نقول لك يا رب مد إيدك، مد إيدك، إلمس وأبرئ، قوة تخرج منك يا رب، قوة تخرج منك لكل من يحتاجك يا رب. إحنا جايين برمتنا كده واعين في عرضك إنك تأتي علينا بالبركة والنعمة والمسحة والشفاء والتحرير والتغيير والقوة والنصرة في اسم يسوع المسيح. كنيستك بتحبك، كنيستك فرحانة بيك، كنيستك بتدعوك انك تدخل الى حياتها وتمتلكها بالكامل. اصغر واحد فينا زي اكبر واحد فينا، كلنا بتوعك يا رب، كلنا ملكك، اعمل ما يحلو في عينيك يا رب. كلنا يا رب بنقول لك عطايانا قدامك يا رب، بارك العطا وبارك الذين اعطوا، ليك ومنك وبيك كل الاشياء قد وجدت في اسم المسيح يسوع. اسمعنا واحنا بندعوك بدالة البنين واحنا بنرنم يا ابن الذي
ربنا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في من الأزل إلى الأزل